بالعودة إلى العصور الوسطى، كان الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مصادر الماء يقسمون بوجود طائر غامض عندما يحلق فوق سطح الماء، يخلق مشهدا ساحرا للغاية، بحيث تنقلب الأسماك على بطنها وتستسلم لهذا المفترس الجوي بنظرة حادة، تخترق أعماق المياه لترصد الفريسة ومخالب مصقولة إلى حد الخنجر، قادرة على رفع فريسة 3 أضعاف وزن جسمها. ينقض هذا الصياد الرائع بدقة لا مثيل لها، ويخطف مقلعه من الأعماق في حركة واحدة سريعة وسلسة. تعرف على العقاب المائي البري، العقاب النساري. يعتبر العقاب النساري بانديون هاليتوس من الطيور الجارحة التي تأكل الأسماك، ولها نطاق عالمي مثير للإعجاب، طالما أنها بالقرب من الماء التي يمكن أن توفر إمدادات غذائية وافرة. ربما يكون حجم مالك الحزين الأزرق الكبير 3 أضعاف وزن العقاب، ولكن ارتكب المخلوق سيء الحظ خطأ فادحا عندما اقترب كثيرا من عش الشماط، وبدون تردد انطلق العقاب الشجاع إلى العمل وأسقط مالك الحزين من مكانه، ثم انطلق في مطاردة لا هوادة فيها وكاد أن يقضي على مالك الحزين. على مر العصور اكتسب الطائر ألقاب صقر البحر وصقر النهر وصقر السمك أو السرنوف الصياد أو السرنوف البحري، وذلك لسبب وجيه. الشماط هو أحد أنواع الطيور النادرة الموجودة في كل مكان تقريبا على هذا الكوكب، باستثناء الأراضي القاحلة المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية. أحد أكثر الجوانب الجذابة للعقاب متجذرة بعمق في الفولكلور، مع حكاية تعود إلى مسرحية كوريولانوس لويليام شكسبير. في هذا العمل ينسج شكسبير قصة آسرة حول أسطورة قديمة بين أولئك الذين يعيشون في مناطق صيد العقاب. وفقا للقصة، بينما كان العقاب ينزلق فوق الماء بحثا عن فريسة، قيل إن وجوده المهيب يربك الأسماك الموجودة بالأسفل، مما يجعلها تنقلب رأسا على عقب، ويبدو أنها تستسلم لعظمة الطائر. ومع ذلك لم يتم ملاحظة مثل هذا السلوك اليوم، ومن المحتمل أن يكون هذا الاعتقاد بمثابة تصوير شعري لبراعة الصيد السهلة التي يتمتع بها العقاب. ومع ذلك ربما يكون هذا الانبهار نابعا من مظهر الطائر الذي يحبس الأنفاس. يتميز هذا المخلوق بريش بني عميق ولامع على الجزء العلوي من جسمه، مما يمثل تباينا مذهلا مع صدره الأبيض، والذي غالبا ما يكون مزينا بخطوط بنية دقيقة. بطنه السفلي أبيض ثلجي نقي، في حين أن الرأس هو تحفة فنية من الطبيعة، ويتميز بتاج أبيض وبقعة داكنة تشبه القناع تبرز عينيه الجذابتين، مع قضحية ذهبية إلى بنية، مما يضيف جاذبية ساحرة. كما تشير أسماؤه المختلفة، فإن العقاب هو حقا خبير بالأسماك، حيث تشكل الأسماك ما يقرب من 99% من نظامه الغذائي. لكي تزدهر بأسلوب الحياة السمكي هذا، أوفقت الطبيعة العقاب ببعض السمات الجسدية الفريدة وبعض حركات الصيد البارعة. على الرغم من أنه ليس طائرا خفيف الوزن، حيث يصل وزنه من 9 إلى 2.1 كيلوغرام، وطوله من 50 إلى 66 سنتيمتر، إلا أن العقاب يتميز بباع جناح من 127 إلى 180 سنتيمتر. هذا المزيج من الحجم وطول جناحيه يسمح له بالانزلاق لأميال ليصل إلى سرعات قصوى، ويستهدف فريسة أكبر بكثير من الطيور الأخرى ذات المكانة المماثلة. يبدو كل من ذكور وإناث العقاب متشابهين إلى حد كبير، لكن يمكنك تمييز الذكر البالغ من خلال إطاره النحيف وأجنحته الأنيقة. علاوة على ذلك، غالبا ما تكون علامة ثدي الذكر أضعف أو حتى غائبة مقارنة بعلامة الأنثى. عندما يحين وقت الصيد، تصبح نظرة العقاب الثاقبة الحادة أداة هائلة. تتيح هذه الرؤية الحادة اكتشاف الأجسام تحت الماء، والتي يصل ارتفاعها من 10 إلى 40 مترا. وعند هذه النقطة يحوم الطائر للحظات، ويثبت هدفه، ويقوم بإجراء حسابات دقيقة. الآن مع هدفه في الأفق، ينطلق العقاب بسرعة عالية تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، قبل أن يغوص في الماء بقدميه أولا. في سعيها وراء الأسماك، تقوم العقابيات بتنفيذ عمليات غوص رائعة،
وفي بعض الأحيان تغطس نفسها بالكامل. ولتحقيق هذا العمل تقوم بتعديل زاوية طيرانها بمهارة لمواجهة تشويه صورة السمكة الناتج عن الانكسار. يغوص هذا العقاب الجريء في الماء ويختفي تحت الأمواج للحظة توقف القلب، ليخرج منتصرا مع سمك السلور الضخم الممسك بمخالبه الهائلة، في حين أنه يطارد عادة الأسماك الحية الصغيرة الحجم التي يتراوح وزنها بين 150 إلى 300 جرام، إلا أن هيكل جسمه مضبوط بدقة بحيث يمكنه صيد الأسماك من أي نوع يصل وزنها إلى 2 كيلوغرام. في بعض الأحيان يتجاوز صيد العقاب وزن جسمه. في حدث رائع تم تسجيله عام 2005، شهد العقاب وهو يخطف سمكة يبلغ وزنها 2.8 كيلوغرام، أي 3 أضعاف وزن جسمه. واحدة من أكثر المآثر الهائلة لمهارة الصيد لدى العقاب هي قدرته على التحليق حتى بعد غمر جسمه وريشه بالكامل في الماء، وهذا أيضا مع فريسة في مخالبه. هذه القدرة المذهلة ممكنة بفضل ريش العقاب الزيتي الكثيف، والذي يعزل الماء ويسمح بالطيران حتى بعد الغطس. علاوة على ذلك، تتمتع هذه الطيور بفتحات أنف يمكن إغلاقها، مما يمنع دخول الماء إليها. مع مخالب مستديرة معكوفة وحادة، يمكنه الإمساك بالفريسة الزلقة بمخلبين في الأمام واثنتين في الخلف. تمنحهم هذه الترسانة متوسط معدل صيد يصل إلى 25%، وفي بعض الأحيان يصل إلى 70%. نظراً لأساليب الصيد الدقيقة هذه، تجذب العقاب النسارية أحياناً انتباهاً غير مرغوب فيه. خذ على سبيل المثال ذكر العقاب هذا الذي قام بجد بتأمين وجبة لفراخه الجائعة، ومع ذلك فإن صيده ليس آمناً بعد، حيث أن أسرع طائر في العالم صقر الشاهين قد وضع نصب عينيه عليه. ما يحدث هنا هو مطاردة ملحمية، حيث يقوم العقاب بمناورة يكافح حتى أسرع الطيور في العالم لمجاراتها. يغوص للحظات في الماء قبل أن ينزلق على ارتفاع منخفض فوق السطح. هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر تعرض الفريسة لمزيد من الخطر، لكن هذا الصياد ليس لديه خيار آخر. عندما تطير بأجنحة مقوسة تترك مخالبها تتدلى، مما يعطي القليل من الشبه للنورس. لكن هذه الوقفة الجوية ليست للاستعراض فحسب، بل إنها تساعده على إتقان تلك الغطسات وإضافة لمسة إضافية من الرشاقة. بمجرد انتهاء عملية الصيد يمكن للعقاب أن يتناول طعامه في مكان قريب، على الرغم من أنه تمت ملاحظته وهو يحمل الأسماك لمسافات أطول، ربما للاستمتاع بوجبته في مكان أكثر عزلة. في بعض الأحيان قد يستهدف القوارض والأرانب البرية وغيرها من الثدييات الصغيرة، وكذلك الثعابين والسلاحف والضفادع والطيور والسمندل والمحار والقشريات، مما يوسع قدرتها على التكيف وطبيعتها الانتهازية في البرية. من المثير للدهشة أنه على الرغم من سلوكه المفترس، فإن العقاب النساري يظهر أليف مع البشر. في الواقع غالباً ما يختار العيش بالقرب من الطرق السريعة أو في قلب المدن المزدحمة، لكن بالطبع يمكن لمخالبهم الحادة أن تسبب ضرراً جسيماً إذا تم استفزازه، في حين أن الشماط عادة ما يكون مخلوقاً منعزل، إلا أنه قد يجتمع في مجموعات صغيرة خلال ليالي الشتاء. تتواصل هذه الطيور من خلال سلسلة من الصفارات الحادة المعروفة باسم أصوات الزقزقة. ومع ذلك عندما تنزعج خاصة بالقرب من أعشاشها، تتحول نداءاتها إلى صيحات مسعورة. إنه يتطور مثل البوكيمون. تشتهر العقابيات بطبيعتها الأحادية، وغالباً ما تشكل روابط مدى الحياة مع رفاقها. يختلف توقيت موسم تكاثرها على مدار السنة حسب موقعها. خلال فصل الربيع يبدأ الزوجان في رحلة شراكة مدتها 5 أشهر لتربية نسلهما. تضع الأنثى عادة من 2 إلى 4 بيضات على مدار الشهر، معتمدة على حجم العش للحفاظ على الحرارة المثالية للحضانة. يمكن لهذه الأعشاش التي يتم ترتيبها بدقة في كل موسم
أن تكون بمثابة منزل مزدهر لعدة أجيال، حيث يصمد بعضها أمام اختبار الزمن لمدة 70 عاما. يحضن بيض العقاب لمدة 35 إلى 43 يوما قبل الفقس، وبعد ذلك تظل الكتاكيت حديثة الفقس معتمدة على والديها لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أشهر. من المثير للدهشة أن العقاب الصغير ينشر أجنحته ويطير في هجرته الأولى بمفرده. خلال أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 كانت مجموعات العقاب بخطر بسبب جامع البيض والصيد، مما وضع أيضا الطيور الجارحة الأخرى في نفس المشكلة. ومع ذلك فقد شهدت فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي انخفاض حاد في أعداد العقاب في العديد من المناطق، وهو ما يعزى إلى حد كبير إلى الاستخدام الواسع نطاق لمبيدات الحشرات مثل مادة DDT، مما أدى إلى إنتاج بيض ذو قشرة رقيقة وسهل الكسر أو إعاقة في الإنجاب. ولحسن الحظ فإن حظر مادة DDT في الكثير من البلدان إلى جانب انخفاض الاضطهاد مهد الطريق لتحقيق انتعاش للعقاب والطيور المتضررة الأخرى. اليوم يقدر عدد العقاب النساري بحوالي 100,000 إلى 500,000 فرد ناضج، ويتم تصنيفه على أنه أقل اهتماما في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث أن أعداد العقاب آخذة في الارتفاع، مما يمثل اتجاها إيجابيا لهذا النوع المهيب. على كل حال، شكرا على المشاهدة، وسأراكم في الحلقة التالية. مثل السمكة في الماء، مثل أنا الطير، أنا أغطس إلى حسنا وداعا.